الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة ورأى ثورا، هذا الحيوان ذكر البقر يخرج من منفذ ضيق ثم يريد أن يعود فلا يستطيع أن يعود إلى هذا المنفذ، يعني الذي خرج منه، فقال له جبريل: هذا الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة التي فيها ضرر على الناس وفتنة ثم يريد أن يردها فلا يستطيع. هذا فيه عظة لنا جميعا، أن يراعي الإنسان لسانه وأن لا يتكلم إلا بما فيه خير، وليفكر مليا في الكلمة قبل النطق بها، فإذا كانت هذه الكلمة فيها شر أحجم وكف وامتنع عن النطق بها، لأنها إذا خرجت من فمه هل يستطيع أن يسترجعها بعد أن خرجت؟ لا يستطيع. هذا الثور الذي خرج من منفذ ضيق ثم أراد الرجوع من نفس المنفذ فلم يستطع، هذا تشبيه بالكلمة التي إذا خرجت من اللسان لا يستطيع الإنسان أن يسترجعها، أليس كذلك؟ إما أن تكون كلمة شر فيضر نفسه بها، وإما أن تكون كلمة خير فينتفع بها. الإنسان ينبغي أن يفكر في الكلمة قبل أن ينطق بها، لأن الواحد منا مؤاخذ على ما يفوه به وينطق به. أهل العلم يقولون: الله تعالى جعل اللسان مسجونا داخل الفم، مسجونا في سجن، بل هذا السجن له بابان، الأسنان باب والشفاه باب آخر لنتعظ، لأن الإنسان ينبغي أن يسجن لسانه عما لا خير فيه. ويقول أهل العلم: ربنا جعل للإنسان لسانا واحدا لا لسانين، وجعل له أذنين اثنين. لماذا؟ قالوا: ليسمع أكثر مما يتكلم، لأن النفس فيها شهوة إلى الكلام، فلذلك ينبغي أن يفكر في الكلمة وأن لا يجري خلف شهوة لسانه، لأن هذا اللسان ربما أهلكه بسبب كلمة خرجت منه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يعظ نفسه ويعاتب نفسه، يقول: هذا اللسان كم أوردني الموارد. هذا أبو بكر، هذا قاله تواضعا وما كان ينطق إلا في خير، هذا ظننا فيه، لكن مع ذلك كان يقول: كم أوردني هذا اللسان الموارد، يعني كم تكلمت بكلمة ندمت على أني تكلمت بها.